السلام عليكم. دلوقتي هنعمل ماكرو. ماكرو عبارة عن ايه؟ بعض الاجراءات او بعض الاوامر اللي انا بكتبها كتير هو بيخزنها عنده، بحيث كل ما احتاج اروح داس بس على الزرار يروح هو عاملهم كلهم. حاجة بتتكرر كتير، تنسيق معين مثلا بدل ما بياخد منه وقت، لا هعمل له زرار خاص بيه. على سبيل المثال هاجي من فيو واقول له ماكروز واقول له ريكورد ماكرو، فبيقول انت عايز تسميه ايه؟ هقول له ساين امتى مثلا. طيب انت عايز الام دي تبقى عبارة عن زرار موجود ولا كيبورد في اختصار؟ هقول له لا انا عايزها بوتوم، لان الاختصارات ممكن اتلخبط فيها انساها. اعلم عليه واقول له ضيفهولي هنا. شايف مفيش هنا زرار؟ اول ما اقول اوكي هيبدأ يظهر لي الزرار هنا. طيب خلينا نشوف الشكل، الماوس اتغير، معنى كده ان هو بيسجل اي حاجة بعملها. هقول له مثلا ساين واقول له عمر سليم وعلمنا عليهم وخليهم لي مثلا مايل وتحتهم خط مثلا، وخلي ده اللون دوت بالشكل دوت. تمام، كل ده بيسجل، فبروح لفيو واقول له وقف لي التسجيل. تمام، طيب لو انا دلوقتي فتحت ملف جديد، وهقول له انسيرت، اقول له انا عايز اعمل الصين بتاعتي. تمام، اضفها لي هو اوتوماتيك جديد. تمام، فممكن تكون انت عندك بعض الحاجات مثلا تنسيق معين، عمل جداول، حاجات كتير بتاخد منك وقت وبتقدر تعملها في كل جدول بتفتحها. مثلا اول ما بتفتح بتحط شعار الشركه، بتحط حاجات معينه في كل ملف جديد، فتقدر تستغل الماكرو في كده. تمام، ممكن في اي وقت تيجي للماكرو دوت تقول له انا عايز اشوف الماكرو، وتختار الماكرو اللي انت عايزه تشغله، او تقول له اديت، فتبص كده عليه بتقول له اهو سيلكشن تاب تكست دوت تكست، ان انا هكتب كلمه ساين، وبعد كده هاخد انتر بعمل باراجراف، بعد كده بكتب عمر سليم، فتقدر تعدلها مثلا بدل عمر سليم دي خليها مثلا اكس مان. اكس مان، تمام، وبعد كده تقول له مثلا ايه سيف او وتقفل دوت. وخلينا نفتح واحد جديد على حسابي واقول له ضيف لي. المشكله هنا العلامه ديت سيف، تمام، فهدوس هنا هيبدا يكتب لي ساين اكس مان.